قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفيذ عدد من الأنشطة التنموية بمحافظة الإسكندرية لتقديم مختلف أشكال الدعم لأهالي المحافظة. وقام التحالف برفع كفاءة وتطوير حديقة مدخل الإسكندرية وتكريم موظفي الإدارة المركزية للحدائق. كذلك وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وجامعة الإسكندرية لتدريب وتأهيل خريج الجامعات المختلفة للتدريس.